أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أولا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب، نحمد الله عز وجل على أن جعلنا ممن صام هذا الشهر المبارك وهو في العشر الأواخر. وما أدراك ما العشر الأواخر من شهر رمضان؟ هذه العشر التي قالت عنها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت إذا أقبلت ودخلت العشر الأواخر ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شد مئزره وأيقظ أهله وأقام ليلة. هذا اهتماما بهذه العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك. وكما هو معلوم ومعروف في الحديث المشهور المعروف على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الشريف على أن هذا الشهر المبارك على أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فليس هناك عبارة أدق ولا أصح من أن أقول على أن المؤمن الصائم يتنعم بين الرحمة والمغفرة والعتق من النار. ولهذا أحبابي وإخواني المؤمنين والمؤمنات، الله عز وجل لما تكلم وتحدث عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتخرج أيها الصائم من صومك وأنت في زمرة المتقين، لتخرج أيها الصائم من صومك وأنت في فوج المتقين، لتخرج أيها الصائم من صومك وأنت تتذوق ذوق التقوى. ولهذا أحبابي الكرام، ولهذا إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات، من لم يتعلم في هذا الشهر المبارك فمتى يتعلم؟ ومن هذا ومن الذي لا يتوب في هذا الشهر المبارك فمتى يتوب؟ لهذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين، فصعد الدرجة الثانية فقال آمين، فصعد في الدرجة الثالثة فقال آمين. فلما صعد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من على المنبر سألوه الصحابة: يا رسول الله، سمعنا منك كلاما لم نسمعه من قبل، ما السر في تأمينك يا رسول الله؟ فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: صعدت الدرجة الأولى فلقيني جبريل فقال لي: يا محمد، من أدركه رمضان ولم يغفر له لغفر الله له، فقل يا محمد آمين. فقلت آمين. فصعدت الدرجة الثانية ولقيني جبريل
فقال لي: يا محمد، من أدرك أبويه ولم يغفر له لغفر الله له، فقل آمين. فقلت آمين. وصعدت الدرجة الثالثة، فقال: يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك لغفر الله له، فقل آمين. فقلت آمين. إخواني المؤمنين والمؤمنات، اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن التوبة، التوبة إلى الله عز وجل، وما أحوجنا إلى أن نكون من التائبين. فهناك فكرة خاطئة عندنا جميعا: من هو الذي يجب أن يتوب؟ من هو الذي يجب أن يتوب إلى الله؟ العصاة، العصاة هم الذين يجبون أن يتوبون إلى الله عز وجل. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا في الحديث الشريف: يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعا، يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعا، فإني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. بالله عليكم، من هو هذا الذي هو محتاج إلى التوبة إلى الله عز وجل؟ من هذا الذي هو محتاج إلى أن يتوب إلى الله أكثر من 100 مرة؟ أليس نحن الخطاؤون الذين نخطئ بالليل والنهار؟ أليس نحن الذين نسيء إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل ثانية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم المغفور له الموعود بالجنة يقول هذا الكلام، ونحن الذين نعصي الله تعالى ونخطئ في حق أنفسنا وفي حق مجتمعنا وفي حق أقاربنا لا نتوب إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. التوبة إلى الله عز وجل، لماذا أيها الأحباب؟ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة إلى الله عز وجل تفتح لك باب الرحمة، تفتح لك باب الاستغفار، تفتح لك باب الرجوع والقرب إلى الله عز وجل. حتى أن الملائكة سألت الله عز وجل: يا الله، إن فلان قد ابتليته وأنت تحبه، لماذا ابتليته يا الله؟ فيقول الله تعالى لملائكته: حتى أسمع صوته، حتى أسمع دعاءه، حتى أسمع استغفاره. لهذا أحبابي وإخواني المؤمنين والمؤمنات، على أن آدم عليه السلام لما تاب إلى الله عز وجل أول من هنأه وبشره هم الملائكة. أرسل الله تعالى إليه فوج من الملائكة، جبريل وغيره من كبار الملائكة نزلوا إلى الأرض فهنأوه وبشروه بأن الله تاب عليه. لهذا أحبابي وإخواني المؤمنين والمؤمنات، أول من يفرح الله تعالى لتوبة عبده هو الله عز وجل. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا مثال. ما هو هذا المثال؟ المثال الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل حمل على راحلته متاعه وأكله وشربه، فلما دخل إلى الصحراء وجد هناك شجرة فأراد أن يستظل تحتها، فلما استفاق هذا الرجل وجد على أن راحلته التي عليها الماء والأكل والشرب قد ذهبت وشردت عنه، فنظر يمينا فوجد الصحراء، ونظر شمالا فوجد الصحراء، فقال: سوف أبقى تحت ظل هذه الشجرة إلى أن يأتيني الموت. فلما نام هذا الرجل وهو ينتظر الموت جاءته الدابة، فلما أفاق من نومه وجد الدابة عند رأسه، فمن شدة فرحه بهذه الدابة ماذا قال؟ اللهم أنا ربك وأنت عبدي. من شدة الفرح
من شدة فرح هذا الرجل قال هذه القولة وهو لا شيء عليه، لأنه فرح لأن حياته عادت إليه والموت الذي كان يخاف منه ذهب. لهذا إخوة المؤمنين والمؤمنات، الله عز وجل يفرح لتوبتك، الله عز وجل يفرح لرجوعك إليه، الله عز وجل يناديك. ماذا يقول لك الله عز وجل؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. انظروا إلى رحمة الله عز وجل، رحمة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إبليس لعنه الله لما سمع هذه الآية ونزلت هذه الآية دعا بالويل والصبوع. إبليس لعنه الله لما نزلت هذه الآية دعا جنوده ودعا أتباعه وبدأ يولول، وبدأ يولول إبليس، فقال لهم لقد أهلكت العباد بالذنوب وأهلكوني بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. أيها الأحباب، ما علينا إلا أن نتوب إلى الله عز وجل. وأية توبة؟ هي التوبة النصوح، التوبة النصوح، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. أما توبة أولئك المستهزئين، أما توبة أولئك الذين يتسوفون سوف أتوب سوف أستغفر سوف أرجع، ولكن مات يرجع هذا الرجل إذا لم يتوب إلى الله تعالى في الحين، إذا لم تكن توبته في هذا الشهر المبارك، إذا لم يكن رجوعه إلى الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، متى رجوعه؟ ونحن أيها الأحباب، ونحن أيها الأحباب قد فتح الله لنا باب، هذا الباب اسمه التوبة، هذا الباب الذي لا يغلق إلى أن تشرق الأرض الشمس من مغربها. التوبة لا تقبل في موضعين، عندما تشرق الشمس من مغربها وعند الغرغرة، وحتى الإنسان حتى كيموت عاد عيط له، عيط للناس يتسامح معاهم وعيط لفلان يرضلو أرضو يرضلو فلوسو. سبحان الله، أين كنت أخي الكي لما كنت بصحتك؟ أين كنت لما كنت بقوتك؟ أين كنت لما كنت بسمعك وبصرك؟ ولكن لما جاءتك الموت ندمت. لهذا أحبابي الكرام، عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح. وما هي التوبة النصوح؟ هي الندم، أن يندم الإنسان على ما فرط في جنب الله، أن يندم الإنسان على ما قصر في حق الله، هي الندم. ثم الأمر الثاني هو الإقلاع عن المعاصي وعن الذنوب. الأمر الثالث وهي إرجاع المظالم إلى أهلها. إخوان المؤمنين والمؤمنات، إياكم وأن تظنوا على أن التوبة هي محصورة وبابها مغلق. والله هذا أكبر خطأ. مش حال واحد كتهضر معك يقول كي وصاحبي راه فاتحة ما بقى في يمين ذا. يا سبحان الله، انظر أخي الكريم في تلك القصة التي أخرجها البخاري ومسلم، أن رجلا قتل 99 نفسا في بني إسرائيل، واحد قتل 99 نفس، وبدأ يسوي على رأسه هل لي من توبة إلى الله عز وجل؟ فسأل عن أعبد الناس، فقال له على أن هناك رجل عابد اذهب إليه واسأله هل لك من توبة إلى الله عز وجل. فذهب هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، ذهب يسأل عن هذا العابد. فلما وصل إلى هذا العابد قال له لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة إلى الله عز وجل؟ فقال العابد لهذا القاتل ليس لك توبة، انت ما عندك مو توبة. فأكمل به المئة، قتله كمل به المئة.
فبدأ يسأل عن أعلم الناس، من هو هذا الرجل العالم؟ فقالوا له على أن هناك رجل عالم، اذهب واسأل عنه. فذهب عند هذا العالم، فلما حضر إليه قال له: لقد قتلت 99 نفسا وسألت العابد فلان فأتممت به 100، فهل لي من توبة إلى الله عز وجل؟ قال له هذا العالم: نعم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، الله تعالى يقبل توبتك، ولكن بشرط أن تخرج من هذه القرية الفاسدة وأن تذهب إلى القرية الصالحة التي يعبد الله تعالى فيها. فذهب هذا الرجل التائب الراجع إلى الله عز وجل يسأل عن القرية التي يعبد الله تعالى فيها، القرية الصالحة. فأدركه الموت في الطريق، أدركته الموت، فاقتصمت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اقتصمت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. من الذي يأخذه؟ هل تأخذه ملائكة الرحمة أم تأخذه ملائكة العذاب؟ فالله عز وجل من رحمته بعض الروايات أن قال الله تعالى الأرض الصالحة: أيتها الأرض الصالحة تقاربي وأيتها الأرض الفاسدة تباعدي. فلما أرادوا أن يعبروا تلك الأرض ويقيسوها وجدوه على أنه أقرب إلى الأرض الصالحة بإذن الله عز وجل، وصابوه على أنه قريب من الأرض الصالحة، فأخذته ملائكة الرحمة. لهذا أحبابي الكرام، علينا أولئك التائبون إلى الله عز وجل، أولئك الراجعون إلى الله عز وجل، علينا أن نبشرهم وعلينا أن نهنئهم وعلينا أن نساعدهم. قال لي واحد السيد، قال لي أنا عمري ما صليت، نهار دخلت الجامع وكل شيء بدا كيشوف فيا بحال تخش شي حلوف. إخواني المؤمنين والمؤمنات، التائبون إلى الله عز وجل علينا أن نهنئهم، علينا أن نستقبلهم، علينا أن ندعو الله تعالى لهم أن يتوب الله عز وجل. لهذا هؤلاء الذين لم يتوبوا بعد، هؤلاء الذين لم يرجعوا إلى الله عز وجل بعد، ما عليهم إلا أن يدخلوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقبل التوبة عن عباده. جاء أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات. قال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل لي من توبة إلى الله عز وجل؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أولا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله لك غدراتك وفجراتك. أحبابي وإخواني المؤمنين والمؤمنات، المعاصي الذنوب خطر على صاحبها، خطر على المجتمع، خطر على الأمة. أول ما يحرم به أهل المعاصي وأول ما يحرم به العاصي أن يحرم نور العلم، نور العلم. كم هناك من علماء ولكن لا نور لهم، كم هناك من أطباء ولكن لا خير فيهم، كم هناك وكم هناك وكم هناك ولكن ليس لهم نور الله عز وجل. ما الذي أذهب ذلك النور؟ هي الذنوب والمعاصي. لهذا جاء الشافعي رحمه الله إلى الإمام مالك يسأله على أنه لا يحفظ، فماذا قال له الشافعي؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور، وفي رواية: إن العلم فضل، إن العلم نور، ونور الله لا يوتاه عاصي. العلم نور، نور أيها الأحباب. هذا النور بماذا ينطفئ؟ تطفئه المعاصي، تطفئه الذنوب، تطفئه وتهلكه السيئة. ما الذي يشعل هذا النور في قلوبنا؟ ما الذي يشعل هذا النور في عقولنا وفي مجتمعنا؟
هي التوبة إلى الله عز وجل، هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم المسألة الثانية هي أن للسيئة سواد في الوجه، للسيئة سواد في الوجه، سواد في القلب، سواد في المجتمع، سواد في الجوارح، سواد في البيت. لأن الله عز وجل لما تكلم عن أهل الذنوب وتكلم عن أهل المعاصي لم يتكلم عليهم بالنور، بل تكلم عنهم أن قال الله تعالى عنهم بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وما هو هذا الران؟ هو تلك النكتة السوداء التي تكون في القلب، إذا ارتكب الرجل ما أول معصية تزرع في قلبه، ثم تبدأ تتسع إلى أن تغطي القلب بأكمله. لهذا أحبابي الكرام، نحن أمة الأم محمد صلى الله عليه وسلم محظوظون. لماذا محظوظون؟ كانوا في بني إسرائيل كان الرجل فيهم إذا ارتكب معصية، في خلاء تصبح تلك المعصية مكتوبة عند باب داره على أن فلان بن فلان بن فلانة فعلى كذا وكذا، الله تعالى كيف يضحك. أما نحن أمة الإسلام، الله تعالى سترنا، ستر ذنوبنا، ستر معاصينا، ستر خطايانا، ما كيف ضحناش الله عز وجل. فوقش كيف ضحنا الله سبحانه وتعالى من اللي كانت ماداو، من اللي كانت عدوا حدود الله، من اللي ما كان استغفرش الله عز وجل، فحينئذ يفضحك الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شد واحد سكايري قال له قول ايش حال سكرت المرة، قال له يا امير المؤمنين سكرت غير واحد المرة، قال له كتكذب. الله تعالى عمر فضحش في واحد على واحد المرة، دار واحد المرة شي ماشي مزيان فضحوا عليها، انت سكرت وسكرت وسكرت وفضحك الله عز وجل. قال صدقت يا امير المؤمنين، اني لم افعلها مرة واحدة بل فعلتها مرارا وتكرارا. اخوان المؤمنين والمؤمنات، بنو اسرائيل كان الرجل فيهم اذا ارتكب معصية وارتكب خطيئة يفضحه الله تعالى مباشرة. اما نحن امة الاسلام، الله تعالى ستر عيوبنا وستر ذنوبنا وستر خطايانا. وعلى انك اخي الكريم لتتوب الى الله عز وجل ما عليك الا ان ترفع يديك الى السماء، ما عليك الا ان ترفع يديك الى الله عز وجل مستغفرا تائبا راجعا باكيا نادما. اما بنو اسرائيل فكان الرجل اذا اراد ان يتوب الى الله ماذا عليه ان يصنع؟ فعليه ان يقتل نفسه. فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. احبابي الكرام، انا اريد ان اتوجه بوحد الرسالة الى من هذوك الناس اللي كيصليو غير في رمضان، بغيت نتوجه لواحد الرسالة الى من هذوك الناس اللي كيحيدوا الكارو، كيحيدوا الكارو غير في رمضان. انا بغيت نوجه واحد الرسالة لهذوك الناس اللي ما كيعرفوش الله سبحانه وتعالى غير في رمضان، بغيت نوجه واحد الرسالة هذوك الناس اللي دابا كيحسبوا رمضان باش صباح العيد يمشيو يشريو الشراب ويسكروا. كنوجه واحد الرسالة لهذوك الناس اللي ما كيخافوش الله عز وجل. اخي الكريم اسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال التائب من الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري من الاستهزاء بالله عز وجل، ثم حذاري ثم حذاري من ان ترجع الله تعالى مغفلا. لهذا اخوة المؤمنين والمؤمنات، انظروا يا احبابي الكرام كيف كان صرفنا الصالح، كيف كانت توبتهم الى الله؟ هل كانت توبتهم الى الله توبة المستهزئين؟ هل كانت توبتهم الى الله توبة الذين لا يعرفون الله الا في شهر رمضان؟ جاء احدهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
هل لما كنت أذنب، لما كنت أذنب هل للتوبة إلى الله عز وجل؟ فقال له: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم ذهب هذا الأعرابي ثم رجع فقال: يا رسول الله، لما كنت أذنب وأرتكب المعصية هل كان الله عز وجل يراني؟ واش كان الله عز وجل كيشوف فيا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أجل، الله تعالى كان ينظر إليك. فصرخ هذا الرجل صرخة واحدة حتى خرجت روحه، ماشي بحال شي ناس كيف يحدث يدير المصيبة في الليل ويعاود لصحابه في الصباح: أشنو درت وأشنو فعلت؟ كيعاود المغامرة ديال الزنا. ألا نستحي من الله عز وجل؟ ألا يستحي أولئك المذنبون من الله عز وجل؟ الله تعالى ستركم، فلماذا تفضحون أنفسكم؟ الله تعالى ستر عيوبنا وستر ذنوبنا وستر خطايانا، فلماذا أيها الشباب؟ وأنا أوجه النداء إلى الشباب: أيها الشباب، أنعم الله عليكم بالصحة، أنعم الله تعالى عليكم بالقوة، أنعم الله تعالى عليكم بالعافية، فلا تحرقوها يرحمكم الله بالذنوب، فلا تحرقوها يرحمكم الله بالمعاصي، فلا تحرقوها يرحمكم الله بالسيئات. هذا أبا إسحاق رحمه الله كان مجموعة مع شباب، فوجد هناك واديا، فقفز هذا الشيخ الكبير فقفز، فسألوه عن السر، قال له: أنت شيخ كبير شارف، ونقزت هذا الواد وحنا اللي شباب ما قدرناش ننقزوه، أشنو؟ قال لهم: حفظت الله في صغري، مي كنت صغير حفظت الله تعالى في سمعي وفي بصري وفي قوتي، فحفظها الله لي في كبري. إخوة المؤمنين والمؤمنات، وبهذا الحديث أختم، كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اغتنم اغتنم. وأنا أقول لك وأنا في هذه الأيام: أيها الشاب، اغتنم اغتنم خمسا قبل خمس. فما هن يا رسول الله؟ حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وشغلك قبل فراغك. أيها الأحباب، احنا الآن إن شاء الله اليوم غادي نفرحوا الإمام ديالنا، ونفرحوا اللي كيدير بنا التراويح، المقرئ ديالنا. ولهذا إخوة المؤمنين والمؤمنات، اليوم غادي نجمعوا إن شاء الله تعالى الجامع. وأيها الأحباب، احنا يوم في أيام الفرح، في أيام الإنفاق في سبيل الله، في أيام المنفقون. وأي إنفاق؟ تفضلوا، الإنفاق في سبيل الله. وما أدراك ما الإنفاق في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون، وكان أجود من الريح المرسلة في رمضان. انظر أيها الأخ الكريم، أنت في شهر جاد الله تعالى عليك بالرحمة، فجد على الفقراء وعلى المساكين وعلى الضعفاء وعلى البؤساء، جد عليهم بما آتاك الله. لماذا أخي الكريم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على أن لله ملكان، ملك يدعو الله وتعالى ويقول: اللهم أعطي لكل منفق خلفا، وما تنفق من شيء فهو يخلفه، واللهم أعطي لكل منفق خلفا. وهناك ملك يدعو الله تعالى ويقول: اللهم أعطي لكل ممسك تلفا. إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات، الإنفاق في سبيل الله داو، كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: داو مرضاكم بالصدقة. راه إذا كان عندك شي مريض، قبل ما تديه للطبيب صدق في سبيل الله ليبارك الله ذلك الدواء. إذا كان عندك شي واحد مريض، عليك أن تتصدق في سبيل الله، لأن هذا حديث نبوي شريف كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. لهذا أحبابي وإخواني المؤمنين والمؤمنات،
معنا حملة القرآن، بيوت الله عز وجل محتاجة، محتاجة إلى إنفاقكم، محتاجة إلى صدقاتكم، محتاجة إلى تبرعاتكم. شحال من واحد كيقول له راه الفكي خلصوا الدولة، شحال كتعطي له هاد الدولة هاد؟ شحال كتعطي له؟ راه كتخلصوا الدولة، شحال كيعطي له؟ كيعطي له جوج ديال الفرانكات. إخوان المؤمنين والمؤمنات، أحبابي الكرام، نحن في موسم الخيرات، موسم التبرعات، موسم أن تنفق فينفق الله عليك. عبدي أنفق، أنفق عليك. بماذا ينفق الله تعالى عليك؟ ينفق عليك ببركته، ينفق عليك بإحسانه، ينفق عليك بجوده وكرمه. كم من واحد، كم من بخيل بخل عن الناس وهو يظن أنه يجمع المال ولكنه يبخل عن نفسه. لهذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، سأل أبا ذر الغفاري فقال: يا أبا ذر، هل الغني كثرة المال؟ واش اللي لبس عليه هو اللي عنده الفلوس بزاف؟ قال له: نعم يا رسول الله، الغني كثرة المال. ثم سأله سؤال ثاني: يا أبا ذر، وهل الفقير قلة المال؟ قلت: نعم يا رسول الله، الفقير قليل المال. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنما الغني غني القلب. راه الله تعالى إلا أعطاك واحد القلب غني هنيئا لك، إلا أعطاك ربي سبحانه وتعالى قلب غني هنيئا لك، ثم هنيئا لك. الغني غني القلب، والفقير فقير القلب. فقراء، كم هناك من فقراء؟ فقراء بقلوبهم، المال في أيديهم، في قلوبهم وليس في أيديهم، خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. كان هذا المال كانوا يكسبونه بأيديهم ولا يكسبونه بقلوبهم، أما نحن فعندنا في قلوبنا وليس في أيدينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، من كان له قلب غني لا يضره ما تلقاه من شح الدنيا، عمره ما كيتخص. اللي حصل ربي قلب غني عمره ما كيتخص، دايما لبس عليه، دايما كيقول الحمد لله، دايما فرحان، دايما نشط. ولكن اللي عنده قلب فقير، هذوك واخا لبس عليهم قلب فقير، دايما والو، دايما ما عنديش، دايما الدعوة ماشي هي هذه. لهذا أحبابي الكرام، لهذا إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات، جاز الله المحسنين خيرا، جاز الله المنفقين خيرا، جاز الله المتصدقين خيرا. اللهم أنفق على ما أنفق في هذا المسجد المبارك، اللهم أنفق على من أنفق على هؤلاء الأئمة، اللهم أنفق على من أنفق على هؤلاء القراء، اللهم أنفق على من أنفق على هؤلاء حملة كتاب الله عز وجل. اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم ارزقهم الصحة والعافية، وارزقهم البركة في المال، وارزقهم البركة في الأولاد، وارزقهم البركة في الصحة، وارزقهم البركة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البركة في الأهل والمال والأولاد. اللهم تولنا في من توليت، وعافنا يا ربنا في من عافيت. ربنا تباركت وتعاليت، ربنا تعلى ولا يعلى عليك. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آماننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا ونحن في هذه الليلة وهي ليلة القدر، اللهم يا ربنا بارك لنا في صيامنا، وبارك لنا في قيامنا، وبارك لنا في سجودنا، وبارك لنا في ركوعنا. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، وأصلح نساءنا، وأصلح كبارنا، وأصلح صغارنا، وأصلح ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنفق على من أنفق، اللهم أنفق على من أنفق، اللهم أكثر من أموالهم، اللهم أكثر من حسناتهم، اللهم أكثر من أجورهم، اللهم أكثر من بركاتهم
يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين ونحن في هذه الليلة المباركة. اللهم اقضي حوائج المحتاجين ونفس الكرب عن المكروبين ونفس الهم عن المهمومين. واقضي يا ربنا حاجة المحتاجين. اللهم من كانت له حاجة عندك في هذه الليلة المباركة فأقضيها له عاجل غير آجل. اللهم كانت له حاجة عندك في هذه الليلة المباركة فأقضيها له عاجل غير آجل. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، وعافي مبتلنا، وخذ بيد الضعفاء منا، وانصرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من بغى علينا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم يا رب اصلحنا واصلح ما فسد فينا، اللهم اصلح ما فسد فينا، اللهم اصلح ما فسد في قلوبنا، اللهم اصلح ما فسد في مجتمعنا، اللهم اصلح ما فسد في اولادنا، اللهم اصلح ما فسد في نسائنا، اللهم اصلح ما فسد في مجتمعنا، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انظر الينا بعين الرحمه، اللهم انظر الينا بعين الرحمه، ولا تنظر الينا بعين العذاب. اللهم انظر الينا بعين الرحمه، ولا تنظر الينا بعين العذاب، وانظر الينا بعين الرضا، ولا تنظر الينا بعين الكراهيه، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا توجهنا إليك طالبين سائلين راغبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، فزكيها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، فزكيها فأنت خير من زكاها. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، ووحد صفنا، واذهب الشحناء والبغضاء من قلوبنا، واذهب الشحناء والبغضاء من قلوبنا، واذهب الشحناء والبغضاء من قلوبنا، واذهب الشحناء والبغضاء من قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. الإخوان ديالنا اللي عنده شي حاجة في قلبه اللهم يسرها له، اللي عنده شي حاجة في قلبه اللهم يسر له. اللهم بلغ قصد المقصودين، اللهم بلغ قصد القاصدين، اللهم بلغ قصد القاصدين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الإخوان ديالنا في فلسطين، اللهم صبرهم على عدوان الصياهنة الكافرين، اللهم انصرهم على أولئك المعتدين الغاصبين، اللهم انصرهم على أولئك المعتدين الجبارين. اللهم إنهم روعوا الأطفال وروعوا النساء وقتلوا الشيوخ ودمروا المنازل. اللهم دمرهم، اللهم دمرهم، اللهم دمرهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا ولا ترينا فيهم يا ربنا يوما أبيضا. اللهم أرنا في أولئك الصياهنة يوما أسودا ولا ترينا فيهم يا ربنا يوما أبيضا. اللهم كما روع أطفالنا فروع أطفالهم، اللهم كما روع نساءنا فروع نساءهم، اللهم كما دمروا بنياننا ودمروا منشآتنا فدمرهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.